كانت انه بمناسبه سنويه غزه كان همنا انه احنا نوصل رساله الشباب اللي بالاردن انه احنا بدنا ندعمكم واحنا واقفين بظهركم. بهاي المبادرة حاربونا إلى المدرسة. أطفال غزة بحربهم اللي عاشوها السنة الماضية كانوا عم بيهربوا من الشوارع ومن بيوتهم على المدارس، مدارس الأونروا معظمها اللي تهدمت حتى لو أنها تابعة لمنظمة عالمية. يعني من دير البلح من غزة. احنا كطلاب أونروا بنعاني كتير كتير في المدارس لانه الكهرباء بتقطع عنا 8 ساعات في اليوم، ورغم ذلك بندرس وبننجح وبنتفوق. عينيك طويلة وعيون حمر بتطلع علي، طلعت على الشمال وعلى اليمين مجتمعين حواليي مستنيين ادير ظهري علشان يجوا يطعموا يدعوني ياكلوني لحم بعد ما ياكلوا خلصوا بيزيدوني عطر. حق الطفل الفلسطيني أن يتعلم، من حقه أن يكون منتظم في صفوف الدراسة، لأن الاحتلال الإسرائيلي يمكنه أن يسرق كل شيء، يمكنه أن يبيد البيوت، يمكنه أن يحتل، يمكنه أن يدمر، لكنه لا يمكنه أن يسلب منا الأمل في الحياة، الإصرار على البقاء والصمود. أنا اليوم جاي عشان أغني، والمصاري تاعت هاي الحفلة تروح تدعم الناس اللي في غزة، توديهم على المدارس يأكلوا زي البشر، يتعلموا زي البشر ويعيشوا حياة إحنا عايشينها ومش عاجبتنا. سامحني أنا صمتي هو أساس كل الدمار. احنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله بعنا اكثر من 400 بكل ليله، 4200 دينار رح يغطوا قرطاسيه وكتب لهذه المراكز لمده سنه دراسيه كامله. توجهنا كان باتجاه الدراسه، مراكز محو الاميه بيسكلي اللي تابعه للهلال الاحمر الفلسطيني اللي موجوده في غزه.